السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم متابعي الكرام بكل خير. إذا كانت هذه أول مرة تزور قناتي فلا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب وزر الجرس ليصلك كل جديد. قبل أن أبدأ أود أن أنوه أن صحة هذا الخبر على مسؤولية القناة الإخبارية الشهيرة موقع سبوتنيك. نفى المحلل السعودي الدكتور عبد الله العساف ما تردد حول قرار المملكة بترحيل العمالة اليمنية من جنوب السعودية، وعلى وجه الخصوص جيزان ونجران وعسير والباحة، وقال أن جميع المصادر التي تحدثت في هذا الموضوع إما مصادر يمنية معادية للمملكة العربية السعودية أو مواقع مشبوهة تريد إثارة الشكوك، وليست هذه هي المحاولة الأولى التي تثار فيها مثل تلك الشبهات والزوبعات لإثارة الفتن بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. وأضاف في حديثه لموقع سبوتنيك أن هذا القرار ليس سريا، ولو كان قد صدر لتم الإعلان عنه بشكل رسمي وفورا من السلطات في المملكة العربية السعودية، فهو قرار سيادي ومن حق الرياض أن تتخذ ما تراه مناسبا. ونؤكد مجددا أن هذا القرار الخاص بترحيل اليمنيين لم يصدر من الأساس، حتى أن الحكومة اليمنية وصفت هذا القرار بأنه مجرد تسريبات. وعلى العموم فالقرارات التي تصدر من المملكة العربية السعودية تكون عامة على جميع المقيمين، ولا يعقل أن يصدر قرار على المقيمين من جنسية واحدة وبالأخص إذا كانت يمنية. فالمملكة وفي ظل ظروف الحرب القاسية التي تعيش فيها اليمن ملتزمة أمام المجتمع الدولي بمساعدة اليمن، ويأتي هذا أيضا بالتزامن مع ضخ مليار دولار لخزينة البنك المركزي اليمني. فكيف يعقل أن تقوم السعودية بترحيل مغتربين يمنيين هم عماد الاقتصاد اليمني؟ والمملكة لا تفرق بين من يعيشون على أراضيها سواء كانوا من الشمال أو من الجنوب أو من مختلف التوجهات العقائدية، حيث يتم احترام الجميع والتعامل معهم كالسعوديين كالتعليم والوظائف وغيرها. حيث لا تفرق المملكة بين عامل وعامل ومذهب وآخر، وتسعى السعودية لمساعدة اليمن وأبنائه وإنهاء الحرب وإحلال السلام، ونحن بدورنا نشكر الشقيقة الكبرى وننتظر منها المزيد لما عهدناه منها من شهامة وبذل من أجل جيرانها العرب، وما عهدناه منهم من مواقف كبيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.